السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنبدأ المحاضرة الرابعة بتاعتنا في الترم ده. أول محاضرة لو تفتكروا اتكلمنا فيها على الكربوكسيليك أسيدز، والتانية والتالتة اتكلمنا فيهم على الكربوكسيليك أسيد ديريفاتيفز. وبكده خلصنا الأسيدز أند ديريفاتيفز، والمفروض النهاردة هنبدأ في التوبيك التاني بتاعنا اللي هو النيتروجينوس كومباوندز. من اسمهم نيتروجينوس كومباوندز، يعني كومباوندز فيها نيتروجين. ايه الكومباوندز اللي احنا نعرفها اللي فيها نيتروجين؟ انت اوريدي عدى عليك الامايدز معايا في الاسيد ديريفاتيفز، فدي اوريدي كده احنا خلاص غطيناها. السيانو كومباوندز ما بنتعاملش معاها لانها كلاس لوحدها، بس بنعدي عليها. يعني انت عديت عليها في الاسيدز، هتعدي عليها في الامينز، بتعدي عليها في الامايد، بنعدي عليها اكتر من مره السيانو كومباوندز، وبالتالي ما بنذكرهاش في كلاس لوحدها. بيتبقى لنا مين كومباوندز فيهم نيتروجين؟ قالنا النيترو كومباوندز سواء كانوا أليفاتيك أو أروماتيك، اللي هي فيها نيترو جروب ماسكة في ألكايل جروب أو في أروماتيك رينج، وعندنا الأمينز، وعندنا آخر حاجة الدايزونيوم سورس. أغلب الشغل بتاعهم أنت عارفه وشفته قبل كده، وهم بيبقوا مجرد الشغل الكلام فيهم تجميع لكلام أنت عارفه كويس أوي أوي أوي، بس بنجمعه جوه الكلاس تربطته جوه الكلاس ده. بلس بيبقى فيه شوية معلومات زيادة بنوضحها، وبيبقى فيه شوية معلومات محتاجة استفاضة شوية أكتر من ما مجرد ما عدينا عليها مرة سريعة قبل كده. نبدأ كلمات كلامنا بيه إن إحنا نتكلم على الأليفاتيك نيترو كومباوندز، والستركتشر بتاع الأليفاتيك نيترو كومباوندز قدامنا. بيترسموا إزاي الأليفاتيك نيترو كومباوندز دولت؟ الأليفاتيك نيترو كومباوندز عبارة عن نيتروجين جروب بتاعتك، المفروض إن هي ماسكة هنا في whatever ال R أو البنزين رينج، مش ده موضوعي دلوقتي، ودبلي بوندد لأكسجين، وبعدين بوندد لأكسجين تانية بالبوند اللي أنا لسه رسميها دي. يعني إيه البوند دي؟ معناها إيه البوند دي؟ عدت عليك قبل كده. البوند دي عبارة عن ما يسمى بالكوأوردينيت بوند. يعني إيه كوأوردينيت بوند؟ يعني كان في عندك أتوم عليها لون بير أوف إلكترونز، وأتوم تانية عندها فيكنت أوربيتال، فالأتوم اللي عندها لون بير أوف إلكترونز عملت دونيشن للون بير أوف إلكترونز بتوعها جوه الفيكنت أوربيتال بتاعت الأتوم التاني. ويا إما بنرسمها عبارة عن سهم من اللي عطى للي أخد، بما ان الالكترونز اتحركت من هنا لهنا يبقى السهم يمشي مع حركه الالكترونز زي احنا متعودين في الاورجانيك كيمستري، يا اما نرسمها كده ونحط بوزيتيف على اللي عطى الكترونز، بما انه عطى الكترونز يبقى شال بوزيتيف تشارج لان هو لسه عطى الالكترونز بتاعته، وبالتالي البروتونز بقت اكتر من الالكترونز، ونيجاتيف على اللي استلم الالكترونز ديت، ويبقى ده شكل النيترو. جميل. في المنظر اللي انت شايفه ده لازم تكون اخد بالك ان في هنا ريزونانس، وبالتالي الان شويه النيجاتيف على الاكسجين دي وشويه النيجاتيف على الاكسجين دي، يبقى ده كده حاجه شبه الاسيدز لما كنا بنقول البروتون لا هو هنا ولا هو هنا، البروتون لا على الاكسجين دي ولا على الاكسجين دي، هو في النص ما بينهم، ولما كان بيمشي ويسيب مكانه نيجاتيف تشارج كنا بنقول ان النيجاتيف شويه هنا وشويه هنا. ومن هنا النيترو جروب از ستيبل، وبالتالي الشكل الحقيقي للنيترو جروب لا ده ولا ده، الشكل الحقيقي كده. اكسجين عليها نص النيجاتيف، والاكسجين التانية عليها نص النيجاتيف، والنيتروجين هي اللي عليها البوزيتيف الكامل، والنيجاتيف تشارج لا هي هنا ولا هي هنا، هي نصها هنا ونصها هنا. تعال نشوف الكلام ده. يبقى زي ما اتفقنا المفروض ان انت عندك النيترو جروب عبارة عن نيتروجين عليها positive charge double bonded لأكسجين وsingly bonded لأكسجين تاني عليها negative، او بنقول ان هي عبارة عن coordinate bond بالمنظر ده. واتفقنا ان النيجاتيف دي داخلة في resonance مع الدبل bond هنا هو، وبالتالي الدبل bond لا هنا ولا هنا، والسنجل bond لا هنا ولا هنا، والنيجاتيف مش متشال على الأكسجين دي ولا على الأكسجين دي، هي نصها هنا ونصها هنا. وده بيؤدي لحاجة مهمة قوي اللي احنا قلنا عليها، احنا قلنا ان النيترو جروب الايفكت بتاعها is withdrawing ولا donating. اتفقنا ان النيترو جروب is withdrawing. جميل. النيترو كانت withdrawing by which mechanism؟
induction ولا resonance، اتفقنا انها by both، by negative induction و negative resonance. جميل، يجي ازاي النيجاتيف اندكشن والنيجاتيف ريزونانس؟ نيجاتيف اندكشن لانك معاك نيتروجين شايله بوزيتيف، دايما النيتروجين كانت بتبقى withdrawing by induction بس donating by resonance. هي هنا withdrawing by induction لان هي نيتروجين مور الكترونيجاتيف than الكربون، وفي نفس الوقت مش بس معتمد على كده، ده كمان هي شايله بوزيتيف، فكمان البوزيتيف ده عامل اندكشن اعلى. طيب جميل، بس كانت donating by resonance، كان ايه مصدر الدونيشن by resonance للنيتروجين جروب؟ النيتروجين جروب كان عليها لون بير اوف الكترونز، وهو ده اللي كان بيعمل donation by resonance للكربون اللي جنبها. لو تبص على النيترو هتلاقي ان النيترو النيتروجين بتاعتها شايله بوزيتيف، اللون بير اوف الكترونز already were donated للاكسجين. اتفقنا ان اللون بير اوف الكترونز اللي كان هنا اتعطى للاكسجين، ومن هنا دي شايله بوزيتيف ومن هنا دي شايله نيجاتيف، فاوريدي ما عليهاش لون بير اوف الكترونز. فهتعمل donation by resonance ازاي؟ امال ليه بتعمل induction withdrawal by resonance؟ لان زي ما انت شايف انت ممكن بسهوله شديده جدا لو عندك هنا negative charge تشدها وتقوم فاتح البند دي، بالتالي هي it is withdrawing by both induction and resonance. تعال نشوف بقى الخطوه اللي بعدها في اي class من الكومباوندز هتكون النومنكليتشر ولو لهم classification مميزه. خلينا نبص اول حاجه على النومنكليتشر بتاعتهم. النومنكليتشر بتاعتهم ماشيه زي اي ايوباك نومنكليتشر، هتسمي اللونجست تشين كونتيننج الفانكشنال جروب، وخلي بالك ان النيترو من اوطى البرايورتيز اللي موجوده، النيترو بتيجي بعد الهالوجينز كمان. يعني انت بدات اوريدي بالاسيدز كانت على التوب، جا بعدها الالديهايدز والكيتونز، جا بعدها الالكولز، جا بعدها الانساتوريتد كومباوندز، جا بعدهم الهالوجين، واخر حاجه النيترو جروب. البرايورتي بتاعتها واطيه جدا، بتنقي اللونجست تشين كونتيننج الهايست برايورتي فانكشنال جروب. في حاله زي دي وانا ما عنديش اذر فانكشن جروبس، بالتالي هي هتكون الفانكشن جروب، وابدا ارقم من ناحيه الفانكشن جروب بحيث ان ادي الفانكشن جروب الليست بوسيبل نمبر، واسمي الالكين عادي خالص، واحط الرقم بتاع السبستيتيونت و اسم السبستيتيونت بتاعي. طبعا احنا متعودين ان لو الرقم بتاع السبستيتيونت از 1 من حقي ان انا ما احطهوش، لو حطيته مش غلط، بس لو ما حطيتهوش برضو مش غلط. في بعد كده عندنا الكلاسيفيكيشن بتاعتهم اللي هي primary وsecondary وtertiary. خلينا قبل ما نتكلم عليها نفتكر مع بعض يعني ايه primary وsecondary وtertiary. لو تفتكر معايا لما قلنا لك primary carbon، قلنا لك ان primary carbon is a carbon attached to another carbon just one، وقلنا حتى افتكرها ان primary اهي يبقى one، يبقى هي attached to one carbon. جينا قلنا لك لو secondary carbon تبقى attached to two carbons، وحتى قلنا لك ان secondary اختصارها 2 ديت، وبالتالي تبقى هي attached to two carbons. جينا على tertiary قلنا لك ان الكربون is attached to three carbons، يبقى primary carbon هي attached to one carbon، secondary attached to two carbons، والtertiary attached to three carbons. مالكش دعوه بالhydrogens اللي على الكربون، احنا دايما بنرجع لكام كربون ماسكه فيها عشان نقول عليها primary او secondary او tertiary. ده كده كان بالنسبه للكربونز. لما جينا نتكلم على الالكايل هالايدز قلنا لك يعني ايه primary alkyl halide. هل اقدر اقول primary alkyl halide يعني الهالوجين is attached to one carbon، وبعدين secondary alkyl halide يعني الهالوجين is attached to two carbons؟ لا طبعا ما اقدرش اقول حاجه زي دي، لان الهالوجين is monovalent، وبالتالي هو مش هيكون attached عمره في حياته غير لone carbon. طب امال يعني ايه بقى primary alkyl halide وsecondary وtertiary؟ قلنا لك ان انت في الحاله دي بترجع للكربون اللي ماسكه فيه الهالوجين. لو الكربون اللي ماسكه في الهالوجين ماسكه في one carbon بقى اسمه primary alkyl halide، لو الكربون اللي ماسكه في الهالوجين ماسكه في two carbons هتبقى اسمه secondary alkyl halide، لو الكربون اللي ماسكه في الهالوجين ماسكه في three carbons بقى اسمه tertiary alkyl halide. بما ان الفانكشن جروب بتاعتي از مونوفالنت يبقى انا مضطره اتعامل مع الكربون اللي جنبها مش معاها هي شخصيا، وانا بقول primary وsecondary وtertiary. طب نفس الكلام ده بينطبق على النيترو جروب. النيترو جروب as a whole is monovalent، يعني النيترو جروب ما يطلعش من النيتروجين بتاعتها غير one bond، لان هي already bonded لاثنين oxygens فمش ناقصها غير one bond.
ففي الحاله دي لو النيترو هقول برايمري وسكندري وتيرتري ما اقدرش اتكلم على عدد الكربونز اللي ماسكه في النيترو جروب، لان هي اوريدي مش هيكون ماسكه فيها غير 1 كربون. يبقى انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على الكربون اللي جنبها، لو مسكت في 1 كربون بقت برايمري، لو الكربون اللي جنب النيترو مسكت في 2 كربونز بقت سكندري، لو الكربون اللي جنب النيترو مسكت في 3 كربونز بقت تيرتري. من هنا الكلاسيفيكيشن بتاعتها للبرايمري وسكندري وتيرتري، ودي الكلاسيفيكيشن بتاعت اي فانكشنال جروب هي مونوفالنت. هقول برايمري وسكندري وتيرتري بيزد على الكربون اللي ماسكه في الفانكشنال جروب ماسكه في كام كربون تانيين. لو الفانكشنال جروب بتاعتي از مالتي فالنت، يعني مش مونوفالنت، يعني فيها مور ذان 1 بوند، امكانيه مور ذان 1 بوند، في حالة زي دي بيبقى الكلام راجع للفانكشنال جروب نفسها، وده هيظهر عندنا في الامينز. لما هنيجي نتكلم على الامينز هتبقى النيتروجين بتاعتي ممكن تبقى تراي وتترا فالنت كمان لو انا عايزه. ففي الحاله دي اقدر اقول برايمري وسكندري وتيرتري بيزد على النيتروجين ماسكه في كام اتوم، لكن ده ما يتحققش ابدا في حاله الالكولز، ولا يتحقق في حاله الهالوجينز، ولا يتحقق في حاله النيترو جروبس. الجروبس دي كلها مونوفالنت، فلما بقول primary و secondary و tertiary يبقى بتكلم على الكربون اللي ماسكه في الفانكشنال جروب بتاعتي. كده هنتكلم على ال preparation او synthesis of the aliphatic nitroalkanes، ودي سهله وبسيطه مجرد ما تفهم concept بسيط خالص. انت ايه طلبك في النيتروالكينز؟ انت طلبك في النيتروالكينز انك تدخل نيترو جروب، عايز تدخل نيترو جروب على R. جميل قوي. طيب عايز تدخل دي على دي، هتدخلها ازاي؟ في حاجه شبه النيترو اللي هي اسمها النيترايت. النيترايت نفس منظر النيترو بس شايله نيجاتيف تشارج، وبالتالي فهي بتكون ماسكه في ميتال. يبقى اي ميتال نيترايت لو انا حطيته على الكايل هالايد، المفروض ان الالكايل هالايد الهالوجين شايل بارتشل نيجاتيف والالكايل جروب شايله بارتشل بوزيتيف. وفي حاله الميتال سولت من اي حاجه، الميتال شايل بوزيتيف والاذر بارت بتاعه اللي هي النيترايت شايله نيجاتيف، فتيجي النيترايت از ا نيوكليوفايل تعمل اتاك هنا وتطرد الهالوجين. حلو قوي كده، وتديني ار ماسكه في النيترو جروب اللي هي دلوقتي بقت نيترو الكين. الميثل ده بقى ممكن يكون اي ميثل يعجبك. في طريقتين، طريقه في المعمل اللي احنا نستخدم السيلفر نيترايت، ودي بتبقى طبعا من اغلى الطرق اللي ممكن تتعامل معاها لان السيلفر ده فضه، حاجه غاليه قوي. وفي طريقه تانية اللي بيستخدموها في الاندستري ان هم يستخدموا الصوديوم نيترايت، ارخص ومتوفر اكتر عن السيلفر نيترايت. لما بييجوا ياخدوا الالكايل هالايد بيحطوا عليه الصوديوم نيترايت يديهم النيترو الكين. ده بيستخدم لتحضير حاجه زي النيترو ميثين. لو انا عايزه احضر النيترو ميثين كان ممكن ابدا بالميثايل هالايد واحط عليها صوديوم نيترايت، بس دي فيها مشكله واحده، ان الكلوروميثين حاجه غاليه قوي قوي قوي، بلس ان ده غالبا جاز اتس نوت افيلبل بالسهوله ديت، وغالي و التعامل معاه مش سهل. فالحل ان هو بدل ما يبدا بده يبدا بده، بس شايل هنا اسيد، ده اصبح الكلورو اسيتيك اسيد. النيترو جروب تحل محل ده بسهوله شديده جدا وتدخل مكانه وتبقى النيترو ميثين. بس ناقصك عندك مشكله ان دي مش كده، ده لسه فيه نواه كربوكسيليك جروب. طيب اخلص من الكربوكسيليك جروب ازاي؟ اتفقنا الكربوكسيليك جروب بتسخن في وجود بيز، ايه اللي بيجرى؟ بيحصل لها دي كاربوكسيليشن ماينس كاربون دايكسايد، تبقى وصلت لي النيترو ميثين. يبقى تاخد ال كلورو اسيتيك اسيد as a halogen attached لكربون، تحط عليه الصوديوم نيترايت بتاعك يدي لك النيترو جروب مكان الهالوجين، والكومباوند بتاعك للاسف لسه فيه كاربوكسيليك جروب زياده، تعمل لها دي كاربوكسيليشن بانك تعمل هيت في وجود بيس. ودي الاندستري بتستخدم الميثود ديت علشان تحضر النيترو ميثين، ان هما ياخدوا الكلورو اسيتيك اسيد يحطوا عليه صوديوم نيترايت يديهم النيترو اسيتيك اسيد اللي ياخدوه بعد كده يعملوا دي كاربوكسيليشن يوصلهم للنيترو ميثين. تعال نشوف الكلام ده.
يبقى زي ما اتفقنا المفروض ان انت في الطبيعي بتاخد الالكايل هالايد بتاعك، ادي الكايل هالايد وادي الكيل هالايد، ادي واحد وادي التاني، تحط عليهم ميتال نايتريت نايترايت سواء سيلفر او صوديوم او اي ميتال نايترايت متوفر عندك، بتطلع المفروض النايترو الكين ومع باي برودكتس. انا مش عايزاك تعرف الباي برودكتس دي ولا تشغل بالك بيها خالص. اوكي، برضه في الاندستري قلنا بيستخدموا نفس الكلام بس بيستخدموا الصوديوم بدل السيلفر لان السيلفر غالي قوي، مش ممكن في الاندستري يعتمدوا على حاجه فيها فضه، ويعملوا الرياكشن بتاعتهم وبس. الالكل هالايد اللي هيستخدموه ما يكونش النايترو سوري الكلورو ميثين لان ده برضه غالي قوي قوي قوي، فبالتالي بيعتمدوا على الكلورو اسيتيك اسيد، ارخص شويه واسهل في التعامل، ويحضروا منه النايترو اسيتيك اسيد وبعدين يعملوا له دي كاربوكسيليشن باي هيتنج ان بريزنس اوف بيز. كده خلصنا السنتسيس بتاعتهم، بنتكلم بعد كده على الرياكشنز اوف النايترو الكينز. قبل ما ادخل في التفاصيل بتاعت الرياكشنز لازم نتفق على حاجه، في أي كلاس في التونيا بتتعامل معاه الرياكشنز بتتقسم لنوعين ميجر، سيبك بقى من التفاصيل الصغيرة اللي جوه، هما نوعين ميجر. الرياكشنز بتاعت الفانكشن جروب نفسها كل فانكشن جروب لها السبيسيفيك رياكشنز بتاعتها، بلس الرياكشنز بتاعت السايد تشين سواء السايد تشين دي كانت أليفاتيك أو أروماتيك. لما تمسك الفانكشن جروب بتاعتك في سايد تشين المفروض ان الفانكشن جروب دي تسببت في شويه كاركترز جديده للسايد تشين، اكوردنجلي السايد تشين دي بقت قادره انها تعمل رياكشنز ما كانتش تقدر تعملهم قبل ما الفانكشن جروب دي تمسك فيها. لما كانت السايد تشين الكين عاديه مش ماسك فيها فانكشن جروب كانت ما بتعملش غير الرياكشنز بتاعت الالكين اللي هي كانت ايه السبستيتيوشن رياكشنز العاديه خالص اللي بتمشي بالفري راديكال. كل ما بتدخل عليها other function groups الفانكشن جروبس دي بتبدا تطفي كاركترز منها، يا اما تكون withdrawing فتعمل حاجه في السايد تشين، يا اما تكون donating فتعمل حاجه ثانيه في السايد تشين، بتبدا تخلي السايد تشين بتاعتك capable of performing specific reactions نتيجه لوجود الفانكشن جروب. فبالتالي الرياكشنز بتاعت اي كلاس في الدنيا ما هي إلا الرياكشنز of الفانكشنال جروب، يبقى أي رياكشنز هي رياكشنز of الفانكشنال جروب، دي نوع من الرياكشنز، والنوع التاني من الرياكشنز السايد تشين سواء كانت أليفاتيك أو أروماتيك. جميل، نفس الكلام هنا بينطبق على النيترو ألكينز. خلينا نفتكر برضو في الأسيدز بس أنا ساعتها ما قسمتها لكش بالطريقة ديت، الرياكشنز ساعتها كانت مقسومة يا إما حاجة الأسيد نفسها الـ OH بتاعتها أو الكربونيل بتاعتها، ولو تفتكر رحنا دول كانوا نوعين من الرياكشنز، قلنا رياكشنز أوف الـ OH رياكشنز أوف الكربونيل وكانت النيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشنز، وبعدين رحت سايباهم وداخلة على الألفا هيدروجين اللي هي الرياكشنز اللي عملناها اللي هي الهالف وولهارد لينسكي، ودي كانت الرياكشنز بتاعت السايد تشين نتيجة إن في كربوكسيلي جروب ماسكة فيها. نيجي نشوف الكلام ده يتطبق ازاي على النيترو الكينز. النيترو الكينز يا النيترو جروب نفسها تعمل رياكشنز يا الكربون اللي جنبها تعمل رياكشنز. تعال نشوف نطبق الكلام ده ازاي. اتفقنا ان النيترو جروب ماسكه اهي في كربون وان النيترو جروب از الكترون withdrawing، بالتالي الهيدروجين اللي هنا از اسيديك، ما تنساش ان النيترو كانها كده، بالتالي الهيدروجين ده لو مشى وساب مكانه نيجاتيف يقدر يحصل stabilization by resonance. يبقى الرياكشنز بتاعتك هتكون الرياكشنز of an alpha acidic hydrogen، دي بتاعت السايد تشين، يبقى السايد تشين بتاعتك هتعمل كل الرياكشنز بتاعت الالفا acidic hydrogen اللي هي لو تفتكر كانت ايه في حالة الالديهايدز والكيتونز الالدول mainly الالدول، وكان في رياكشن تانية لو تفتكرها كان اسمها المنخ، المفروض ان الدكتور منير عطاها لك بس انا هعيد لك عليها تاني سريعا كي لانها مهمه في حاله النيترو كومباوندز والامينز. الرياكشن الثانيه اللي تخص الفانكشنال جروب نفسها اللي هي النيترو جروب ما عندناش غير الريدكشن، والريدكشن عندنا عاده بتكون مقسومه ميجرلي لتو تايبس، يا اما كاتاليتيك ريدكشن اللي هي في وجود الكاتاليست اللي انت اتعاملت معاها لغايه دلوقتي، يا اما كيميكال ريدكشن اللي هي بتكون في وجود ميديم بي اتش محدده، بلعب بالبي اتش بتاعتي. الكاتاليتيك ريدكشن بتحط هيدروجين في وجود اي كاتاليست يعجبك، ودي في كل الاحوال بتحول لك النيترو الى امينو.
تعالى بقى للكيميكال ريدكشن، قلنا بلعب بالبي اتش، فانت ممكن تعمل اسيد ميديوم، ممكن تعمل الكالاين ميديوم، وممكن تعمل نيوترال ميديوم. في الاسيد ميديوم بيعمل معاك نفس اللي بيحصل في حاله الكاتاليتيك ريدكشن، بيحول لك النيترو لامينو جروب، لامينو جروب، ودي بتستخدم فيها الزنك عاده في وجود شويه اسيد ميديوم اللي هم الاتش سي ال. النيوترال ميديوم او نيوترال ريدكشن بتحول لك النيترو جروب لهيدروكسي امينو جروب، يعني بدل ما تحولها لك لان اتش 2 بتحولها لك لان اتش واو اتش، يعني بمعنى اصح بتعمل ريدكشن لواحده بس من الاكسجينز تحولها لاتش، والتانيه تسيبها موجوده وتمسك فيها اتش، بدل ما تحول الاثنين اكسجينز لاثنين هيدروجينز بتحول واحده لهيدروجين والتانيه بتحولها لاو اتش، بالتالي الريدكشن هنا اخف شويه. الالكالين ريدكشن مش بنتعامل معاها في حاله الاليفاتيك كومباوندز، هنشوفها في حاله الاروماتيك كومباوندز. تعال نشوف الكلام دوت على الباوربوينت. بتلاقي ان الريدكشن بتاعت النيترو جروب يا تكون ريدكشن للامينز، واتفقنا ان ده يحصل في حاله من اتنين، يا الكاتاليتيك ريدكشن بتاعتي يا اما الريدكشن في الاسيد ميديوم، كيميكال ريدكشن في اسيد ميديوم، وقلنا في الحاله دي بستخدم الزنك في شويه اتش سي ال. المفروض ان اي نوع من دول بيحول لي النيترو كومباوندز لامينو كومباوندز، انما لو عملت ريدكشن في نيوترال ميديوم، في النيوترال ميديوم بستخدم زنك وامونيوم كلورايد، انا المفروض في الحاله ديت بطلع الهيدروكسي امين. اتفقنا ان ده هنا هو الكاتاليتيك تطلع النوع ده، وكمان معاها الاسيد ريدكشن، في حين بيطلع الان بيطلع الهيدروكسي الامينز دي النيوترال ميديوم، كيميكال ريدكشن في نيوترال ميديوم. ايه النيوترال ميديوم اللي بستخدمه؟ قلنا الزنك في امونيوم كلورايد، وبيطلع لي الهيدروكسيل امين بدل ما يطلع لي الامين شخصيا. قلنا الالكالاين ميديوم ملهاش ابلكيشن في الاليفاتيك كومباوندز، مفيش ستابيلايزيشن كافيه، انما بتتوجد اكتر في حاله الاروماتيك كومباوندز. السكند تايب اوف رياكشنز بتاعه النيترو كومباوندز، قلنا ان دي هتكون الرياكشنز اوف السايد تشين، ودي تو رياكشنز، قلنا عندنا الالدول تايب ريدكشن رياكشنز، وعندنا المنخ رياكشنز. قلنا رياكشنز دي راجعه للاسيديتي بتاعه الهيدروجين اللي الفا للنيترو جروب. الهيدروجين ده ليه اسيدك؟ عشان اتفقنا ان الهيدروجين ده لو مشى وساب مكانه نيجاتيف تشارج هيبقى فيها ستابيلايزيشن باي ريزونانس. بتعمل رياكشن مع مين؟ بتعمل رياكشن مع اي الديهايد يعجبك. المفروض ان انت عندك الهيدروجين اللي ماسك فيه الكربون اللي ماسكه في النيترو جروب، لما بيمشي بيسيب مكانه نيجاتيف، ودي ستابيلايز باي ريزونانس، ولو انا حطيت جنبه اي كربونيل كومباوند ممكن هو يعمل عليها اتاك ويفتحها. والله حطيت اليفاتيك الديهايد اوكي هيتفاعل، حطيت اروماتيك الديهايد هيتفاعل، بس في سبيسيفيك رياكشن مهمه قوي اللي هي الهنري، اللي هي بترتبط بانك تستخدم النيترو الكين مع البنزال ديهايد شخصيا، مش مع اي الديهايد يعجبك. ده مش معناه انك ما تقدرش تعمل الالدول على اي الديهايد تاني، اعمله ما فيش مشكله، لكن الهنري مخصص البنزال ديهايد مع النيتروميثين كسبيسيفيك نيم رياكشن بتاعته هو. المفروض انك تاخد البنزال ديهايد تحط عليه النيتروميثين في وجود بيز يدي لك البرودكت ده اللي هو النيترو ستايرين. خلينا نشوف رياكشن زي ده يتم ازاي، والفرق بين البرايمري والسكندري والتيرتشري في التفاعل. المفروض ان انت درست الميكانيزم بتاع الرياكشن ده اوريدي في الالدول، ان انت عندك بغض النظر ان انت المره دي عندك نيترو مش كربونيل، بس في الاخر هي نفس الفكره. المفروض ان انت عندك النيترو ميثين اهو، وادي فيه هنا اتش، المفروض ان انت بتحط بيز، بيجي البيز يسحب الهيدروجين ده ويسيب مكانه النيجاتيف تشارج، بقى عندك نيجاتيف على الميثايل او الالكيل جروب اللي ماسكه في النيترو، الكربون اللي دايركتلي ماسكه في الكربون. تيجي تحط عليها اي الديهايد يعجبك، خلينا نبدا الاول كده جنرالي، احط الديهايد واعمل عليه الاتاك، هنفتح البوند دي، يقوم جاي يعطيني ادي النيترو ميثين مسك في الكربون بتاعه الالديهايد، وات ايفر اللي هما ماسكين فيه هنا لسه مش هتكلم عليه دلوقتي، خلينا لما نتكلم على الهنري. جميل، المفروض ان دي كانت شايله نيجاتيف لما البوند اتفتحت، وبعدين بتاخد بروتون من الميديوم اللي هو نفس البروتون اللي لسه طالع.
المفروض ان انت عندك ان هو ستيل في الفا اسيديك هيدروجين للنيترو جروب يعمل كوندنسيشن ويديك الميه. الكوندنسيشن دي تكون سبونتينيوس لو انت معاك هنا بنزل ديهايد. لو انت ما معكش هنا بنزل ديهايد ما تكونش سبونتينيوس، تبقى لازم تعمل لها وورمنج. يبقى في وجود البنزل ديهايد توصل للسبونتينيوس دي هايدريشن، بان انت وتحصل في الاخر على النيترو ستايرين. جميل. الكلام ده يمشي في حاله الاليفاتيك نيترو كومباوندز. تعالى في حاله سوري في حاله البرايمري اليفاتيك نيترو كومباوندز. يعني ايه اليفاتيك؟ يعني قلنا ان الكربون اللي ماسكه في النيترو جروب ماسكه في كربون ثانيه. ويمشي برضو كمان في حاله النيترو ميثين اللي هو لا برايمري ولا سكندري ولا تيرشري. الكربون اللي ماسكه هنا في النيتروجين اللي ماسكه في كربون ولا في اثنين ولا في ثلاثه، بالتالي ده مش كلاسيفايد لا برايمري ولا سكندري ولا تيرشري. يمشي في حاله النيترو ميثين لان في عليها اهو ادي هيدروجين والثاني، بالتالي الهيدروجين الاولاني يطلع وبعدين الهيدروجين الثاني يطلع في صوره الميه. تعالى للبرايمري برضو المفروض ان الكربون دي عليها اثنين هيدروجينز، فتعمل الخطوه الاولانيه وتديني النيجاتيف تشارج اللي هي هتعمل اتاك على الالديهايد، وتقوم جايه ماسكه ادي النيترو جروب اهي، ادي الكربون اللي جنبها اللي عليها اتش ثانيه وكربون ثانيه ومسكت فيه الكربون بتاعه البنزالديهايد، وبرضو السبونتينيوس دي هايدريشن تحصل عادي خالص ما فيش اي مشكله. وهنا مفيش اتش في كربون تاني. لاحظ ان دايما الرياكشن بتحصل على الكربون اللي الفا للنيترو جروب، حتى لو كان في 20 الف كربون بعدها انا ماليش دعوه غير بالكربون اللي الفا للنيترو جروب، هي دي اللي انا بعمل عليها الرياكشن. تعال نشوف لو كانت سكندري. لو معايا سكندري نيترو كومباوند يبقى الكربون اللي ماسكه فيه ماسكه في اتنين كربونز. عد البونز اللي حوالين الكربون دي كده هتلاقيهم ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى ناقصها بوند واحدة يبقى عليها هيدروجين واحد. تعالى اعمل حط البيز بتاعك، اعمل الالدول تايب رياكشن، تبقى طلعت ده وحطيت مكانه نيجاتيف، يبقى ادي كده وادي الكربون وادي الكربون وادي النيترو جروب. حط الالديهايد بتاعك اللي هو البنزالديهايد مثلا، هيحصل الاتاك هنا ويفتح لك الدبل بوند دي، يقوم عاطي لك ادي البنزين وادي السي بتاعت البنزين عليها او وبقت او اتش وادي اتش، والسي بتاعت النيترو عليها السي والسي اللي هم اصليين اللي هم بتوع السكندري وادي النيترو جروب. هل السي دي شايله هيدروجينز؟ لا. يبقى الدي هايدريشن السبونتينيوس دي هايدريشن مستحيله لان انا ما عنديش هيدروجين اساسا عشان اعمل بيها الدي هايدريشن، فانا وقفت كده spontaneous dehydration مش هتحصل، هتقف عند المنظر ده. طيب تعالى بقى نبص على tertiary nitro compounds. ادي النيترو كومباوندز وادي tertiary carbon اللي ماسكه فيه. عد كده البونز اللي حوالين الكربون دي، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة، هي ما عليهاش هيدروجينز اساسا عشان لما تحط البيز يسحبه، هيسحب ايه؟ ما عندوش الامكانية دي، بالتالي الرياكشن دي نيجاتيف مع tertiary nitro compounds. يبقى هي مع primary تكمل وتوصل لغاية spontaneous dehydration وتدي لك الدبل بوند اللي ما بين الكربون اللي ماسكة في البنزين والكربون اللي ماسكة في النيترو، تديك المنظر ده بغض النظر في ايه هنا وفي ايه هنا. ده لو كان primary. لو secondary هتقول معطيه لك ادي البنزين وادي الكربون اللي ماسكة فيه، تبقى ماسكة في OH وH، وبعدين تمسك في السي اللي ماسكة في النيترو اللي هي ماسكة بعد كده في whatever. التيرشري بقى تدي لك نيجاتيف رياكشن. اوكي، يبقى ده كان مع البرايمري، ده مع السكندري هتقف عند الهيدروكسيل كومباوند، التيرشري بتديني نيجاتيف رياكشن. ما تنساش ده في الالدول رياكشنز اللي مع الاليفاتيك نيترو كومباوندز. الرياكشن اللي بعدهم اللي هي المنخ. المنخ رياكشن مشهوره جدا جدا، بيتحط فيها حاجات محدده، الفورمالديهايد. هو الفورمالديهايد مش اي الديهايد تاني، لازم الفورمالديهايد، واحط معاه سكندري امين، حتى البرايمري مش مستحب، انا بحط معاه سكندري امين مش اي حاجه تانيه، واحط كومباوند فيه الفا اسيديك هيدروجين. طلباتي فورمالديهايد سكندري امين وكومباوند فيه الفا اسيديك هيدروجين، احط كل دول في اسيد ميديوم. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل عندك ان المفروض ان انت كان عندك الفورمالديهايد، ادي شكله اهو،
ومفروض في دبل بوند او هنا، دي مشت واتبقت السي اتش 2. وكان في عندك كومباوند في الفا اسيتيك هيدروجين، هنا في الكترون دروينج جروب وبالتالي في الفا اسيتيك هيدروجين، الالفا اسيتيك هيدروجين دي تمشي ويدخل مكانها دي، ودي تمسك في السكندري امين. يبقى انا عندي الفورمال ديهايد هي عباره عن السي اتش 2 اللي هزودها، والسكندري امين هي النيتروجين اللي هتمسك في الفورمال ديهايد الكربون بتاعته، وهما الاثنين كده از سايد تشين يمسكوا مكان الالفا اسيتيك هيدروجين اللي في المايتي الثالثه اللي هي الاكتيف ميثيلين او اي كومباوند جواه الفا اسيتيك هيدروجين. يبقى انت معاك الفورمال ديهايد عشان عايز منه السي اتش 2، ومعاك السكندري امين عشان عايز منه الان الماسكه في 2 ار، وعايز الكومباوند اللي فيه الالفا اسيتيك هيدروجين عشان ناوي تطير الالفا اسيتيك هيدروجين دي وتمسك الكربون بتاعتها في الكربون بتاعت الفورمالديهايد اللي ماسكه فيه النيتروجين بتاعت الامين. تعال نشوف الميكانيزم بتاع الرياكشن ده بيمشي ازاي. تعال نشوف الميكانيزم بتاعها. المفروض ان انت عندك الفورمالديهايد اللي هو عباره عن كربون دبلي بوندد لاكسجين وماسكه فيه اتنين هيدروجينز. المفروض ان الاكسجين دي شايله لون بير اوف الكترونز، وانت بتيجي تحط or inorganic acid عليها. rule of thumb عندك لما تستخدم اي مالكيول في الدنيا فيها اتوم شايله لون بير اوف الكترونز وتحط عليها inorganic acid، اول خطوه عندك عاده هي البروتونيشن بتاعت الاتوم دي. كده الاكسجين شالت بوزيتيف، تقوم فاتحه البوند اللي ما بينها وما بين الكربون علشان الكربون هي اللي تشيل البوزيتيف. بقى عندك السي اهي ماسكه في الاو اتش وشايله بوزيتيف. المفروض ان انت حاطط سكندري امين، الامين عباره عن نيتروجين شايله لون بير اوف الكترونز، تقوم جايه عامله اتاك هنا، وطبيعي الهيدروجين ده يمشي عشان يعوض البوزيتيف اللي النيتروجين هتشيله. بقى عندك ال سي اتش 2 بتاعتك شايله او اتش وماسكه في الان اللي ماسكه في ار وار. لسه الميديم بتاعك في inorganic acid يجي على اللون بير اوف الكترونز اوف اللي على الاكسجين ويمسك فيهم مره تانية. بقى عندك سي اتش 2 ماسكه في ان وار وار وماسكه في او اتش، حصل لها بروتونيشن وشالت بوزيتيف، طبيعي تاخد بعضها وتمشي وتسيب البوزيتيف للسي اتش 2. ماشي ليه؟ لان دي كده molecule of water which is a very good leaving group، وتشيل ال positively ال CH2. لو تاخد بالك هي دي المايتي اللي انت عايز تركبها مكان الالفا اسيديك هيدروجين في الكومباوند بتاعك. احنا متفقين ان الميديم بتاعك او الرياكتنس بتاعتك عباره عن فورمالديهايد اهو، سكندري امين اهو، inorganic acid اهو استخدمته مرتين، وناقص لي بس الكومباوند اللي فيه الفا اسيديك هيدروجين. هتيجي منين الالفا اسيتيك هيدروجين؟ من انا بحط الكترون ودروينج جروب. في حاله الالديهايدز والكيتونز كانت عباره عن ان هنا في كربونيل، في حاله النيترو كومباوندز هيبقى في هنا نيترو جروب. الهيدروجين ده مش الهيدروجين ده اسيديك، وبالتالي من السهل ان انا استغنى عنه. مش عايزك تعرف بيطلع ازاي، لان انت مش حاطط بيز هنا عشان اقول لك البيز هيعمل له ابستراكشن، انت حاطط اسيد ميديوم، فالمفروض ان هو بيطلع عن طريق الانولايزيشن. انا مش عايزك تعرف التفاصيل دي، سيبك منها. المهم ان هو بيطلع، والمفروض ان انت بيبقى في عندك هنا نيجاتيف تشارج، مش عايزك تعرف هتيجي ازاي، بتعمل بيها اتاك على دي. اوكي، فبقى عندك السي اللي ماسكه في النيترو ومسكت دلوقتي في السي اتش 2 بتاعه الفورمال ديهايد والامين السكندري اللي هو البرودكت عملناه اللي احنا لسه قايلين عليه. ايا كان بقى اللي كان ماسك هنا يفضل ماسك هنا، ما جيناش جنبه. اوعى تنسى ان الاستراكشر ده از ستابلايزد باي ريزونانس. ازاي؟ اهو السي اتش 2 بتتبادل البوزيتيف مع النيتروجين. اوكي يا جماعه، يبقى ده الميكانيزم بتاع مناخ اللي المفروض ان دكتور منير شرحه وانا عدته لك للمره الثانيه. تعال نبص عليه بقى على الباوربوينت على السلايد. يبقى لو جينا بصينا على الميكانيزم على الباوربوينت المرسوم حلو بنظافه مش اللي بنقعد نكتب فيه، هنلاقي عندنا ادي الفورمالديهايد اهو. المفروض ان انا قدامي اوبشن من اتنين، ده كده عباره عن كربونيل كومباوند. اتفقنا الاتاك اوف ان نيوكليوفايل على الكربونيل كومباوندز ممكن يمشي بالسترونج ميكانيزم او الويك ميكانيزم، او زي ما قلنا ان بريزنس اوف ان اسيد او ان ابسنس اوف ان اسيد. يعني لو انت جيت عملت زي ما انا رسمه هنا على السلايد، اتاك من النيوكليوفايل الاول وبعدين فتحت الباند ودخلت البروتون، صح.
ولو انت جيت عملت البروتونيشن الاول هنا زي ما انا عملت على السلايد اللي فاتت بايدي، وبعدين حطيت البوزيتيف هنا وعملت اتاك من الامين، برضو صح. انا بعتبر الاثنين صح. هي بتعتمد على انت اعتبرت الامين سترونج نيوكليفايل ولا ويك نيوكليفايل، واعتبرت انك شغال في اسيد ميديوم ولا مش في اسيد ميديوم. انا بحب الميكانيزم بتاع السلايد اللي فاتت لان احنا اوريدي شغالين فعلا في ان اورجانيك اسيد، بالتالي الافضل ان انا اعمل بروتونيشن هنا وبعدين افتح الباند وبعدين اعمل اتاك من الامين. بس اللي هيعمل ده مش غلط، الاثنين صح. المفروض ان طلعت اهو بالماي تي اللي فيها السي اتش 2 ماسكه في الاو اتش والسكندري امين. اتفقنا لسه عندي inorganic acid بعمل بيه protonation وطير ال good leaving group اللي هي ال water molecule بتاعتي وال CH2 بتاعتي تشيل positive. المفروض ان احنا متفقين ان في هنا resonance من ال lone pair of electrons بتاعت النيتروجين بتعمل stabilization للكربون ديت وال positive شوية هنا وشوية هنا. بعد كده عندي الكومباوند اللي فيه الالفا اسيديك هيدروجين، ايا كان سبب وجود ان دي الفا اسيديك هيدروجين، سواء ان هنا في عندي نيترو جروب كربونيل جروب وات ايفر الالكترون وذرون جروب اللي موجوده هنا، المهم في حاجه هنا بتشد الالكترونز عشان تخلي الهيدروجين ده اسيديك، ولما يمشي ويسيب مكانه نيجاتيف تشارج في ستابلايزيشن باي ريزونانس. وانس ذات وقت بقى معاك الفا اسيديك هيدروجين هتطلعه، وانا قلت لك هنا في حاله المنخ مش عايزك تعرف بيطلع ازاي، لان انت مش شغال في بيز عشان تبقى بسهوله تعمل ابستراكشن للبروتون وتسيب مكانه نيجاتيف تشارج. انت شغال في اسيد ميديوم فاكتشلي اللي بيحصل انولايزيشن، وهي اللي بتحط النيجاتيف تشارج هنا. مش عايزك تعرف الطريقه بتاعتها، جاست عايزك تعرف ترسم الماي تي دي ان بقى في نيجاتيف هنا وخلاص، وتبقى عارف انها ما جاتش باي ابستراكشن باي بيز. انت مش حاطط بيز. النيجاتيف تشارج دي تيجي تعمل اتاك على الكربون بتاعتك اللي كانت شايله بوزيتيف عشان الكربون تقدر ترجع الالكترونز للنيتروجين، وبعدين يديلك الفاينل برودكت بتاع منخ اللي هو الكومباوند بتاعك اللي كان فيه الفا اسيتيك هيدروجين. شلت الالفا اسيتيك هيدروجين من على الكربون دي وركبت مكانها السي اتش 2 بتاعت الفورمالديهايد فولد باي سكندري امين مايتي. عملت انت كده ايه في منخ؟ كل اللي انت عملته ان انت زودت الكربون تشين باي 1 كربون فولد باي ان امين. اي رياكشن بتاخدها في الدنيا لازم تبقى عارف الفانكشن بتاعتها ايه، دخلت ايه او خرجت ايه، ودايما اهتم بالرياكشنز اللي بتزود الكربون تشين او تنقص الكربون تشين، عشان انت بتدرس اورجانيك كيمستري عشان تتعلم ازاي تحضر دراجز، ازاي تعمل سينثيسز للدراجز. هي دي اهم فانكشن او اهم جوب بيعملها الفارماسيست في الصيدلة، ان هو يحضر علبة الدواء اللي موجودة على الرف. يتم ده ازاي؟ بانك تحضر الاكتيف انجريدينت، انك تتفرج عليه الاول، بتعمل الموديلنج وبتعرف هو ايه الفانكشن جروبس اللي مطلوبة والمسافات اللي ما بينها عشان تقدر تعمل له فيتنج على الريسبتور، وبعد كده المفروض تعرف تحضره، تقف في المعمل وتحضره. بيتم ده ازاي؟ بانك تتفرج على الاستراكشر اللي انت رسمه اللي انت عامل له suggestion، وبتبدأ تشوف كل function group بتاعته تيجي منين، والchain بتاعته ممكن تتكسر وتوصل لحاجة أصغر أو حاجة أكبر موجودة عندك في المعمل إزاي، وتعمل sketch لل synthetic pathway وتنفذه. وبالتالي بيهمنا قوي في أي reaction بندرسها إحنا actually بنعمل إيه في reaction، بندخل which function group أو بنغير which function group into which function group، وبنزود الكربون تشين ولا بننقص الكربون تشين، ولا بنعمل ايه بالظبط فيها. اوكي يا جماعه، يبقى كده زي ما اتفقنا منخ بيزود الكربون تشين باي 1 كربون ويدخل امين كمان بعدها. تمام، ده كده الجزء الاول من المحاضره. الجزء الثاني من المحاضره هنتكلم فيه على الاروماتيك نيترو كومباوندز.